المفروض كنت قاعد لغايه 2014. مشياني مشيان سياسي وانا عامل عقد بجهازي لغايه 2014. يعني العقد بتاع حضرتك 2014 2014 لغايه 2014. يعني لو وصلت كاس عالم، لو وصلت كاس عالم بكمل، ما تاهلتش لكاس عالم العقد منتهي. وانا مشيت امتى؟ انا 2011، يعني كان قدامي 3 سنين لازم اكون مع منتخب مصر، بس انا فضلت مصلحه المنتخب ومصلحه البلد عن مصلحتي. بقول لك انا كنت بشوف ناس وبحضر ناس لغايه ما يثبت ان هو لعيب دولة مش لعيب دولة. جيب ناس عشان مصلحه المنتخب ومصلحه البلد، مش لمصلحه حسن شحاته. انا عمري ما اتعاملت على اساس ليا مصلحه في اسلام او ليا مصلحه في فلان او ليا مصلحه في فلان، لا لا، مصلحه المنتخب اللي هو بيمثل مصر، يعني اذا مصلحه مصر كمان، مش مصلحه حسن شحاته ولا كانت مصلحه شوقي غريب ولا مصلحه حماده صيدي ولا مصلحه احمد سليمان ولا مصلحه حد. كان مصلحه المنتخب اولا واخيرا. ما عندكش منتخب اللعيب الاوحد، ما عندكش منتخب. اللي كان بيكسبك ايه يا اسلام؟ واللي كان بيخلي شكلك حلو ايه يا اسلام؟ الكره الجماعيه اللي كانت بتتلعب، ما كنتش بتعتمد على ابو تريكه هيجيب لك جول، ده زيدان اللي هيجيب الجول، لا ده جده اللي هيجيب الجول، لا ده عمرو زكي اللي هيجيب الجول. يعني عندك اكتر من لاعب، ها، حسني عبد ربه من نص الملعب يجيب في جول، احمد فتحي في ساحل العاج يجيب جول، لان كله كان بيتدرب ويتعود ان انت الراجل لازم تبقى يعني ايه زي عارف الهجام. هم لعيبه مصر كلها كانت هجامه في وقتها، مدافعين نص ملعب مهاجمين، كانوا كلهم هجامين، والاغلبيه شوف كلهم جابوا جوان.